أنا اسمي يوسف فواضلي، هي مشاركتي في مناظرات دبي الرابعة في موضوع بعد الصحو العربي، النساء والمجتمع المدني والقيادة في العالم العربي الجديد. راح أجاوب على السؤال الأول اللي هو بيحكي هل هناك أي مبالغة في تصوير دور النساء في الاحتجاجات العربية الأخيرة؟ باعتقادي أنه الدور الذي قامت فيه المرأة في الاحتجاجات والانتفاضات الأخيرة لا يوجد فيه أي مبالغة، بالعكس كان في لها دور فاعل وإيجابي في الحراك الشعب اللي صار في الدول العربية. وبعتقد أنه كمان المرأة كسرت نوع من الاعتقاد عند الدول العربية أو المجتمع العربي والعالم بشكل عام أنه المرأة العربية غير فاعلة وهي لا تشكل نصف المجتمع، بالعكس هي برهنت أنه هي نصف المجتمع وبتلعب دور إيجابي ودور فاعل، كان لها دور واضح في هاي الاحتجاجات، واللي بدل على ذلك العديد من الاصابات اللي في النساء، اللي يعني اللي كان في النساء اللي اصابه النساء، بالاضافه لعدد من الشهداء من الشهادات اللي استشهدت.